عاش الملك، عاش الملك، وسعادة الملك، وسعادة جلالة الملك. وطل وشوف شنو تيديروا في العباد ديالك، والشعب ديالك راه تيتكرفس وما بقى لا حق، وبقى غير الباطل جلالة الملك. وكاين المخزن وكاين العدالة اللي غادي تقول فيه كلمتها، ماشي هما اللي يقولوا كلمتهم في هذا السيد خويا، يقتلوه ويديروا ليه اللي بغاو. إذا حتى حنا نمشيو نقتلو، ترافق معاه ويعني بقى تيجي خويا تيقول لي سير بعد مني، هو تيقول لي يلاه عاود نمشيو هنا نمشيو هنا، تيقول لي خويا سير بعد مني. هذاك النهار جا بقى تيعاير فيه في القهوه وداك الشيء بالهضره اللي ما تتسمعش، قال لي شي هضره عايرو بالحبس ديالو. خويا عام خارج مريض وداك الشيء يعني، وضرب خويا هو واصلا وتعدى عليه من المعنى الكلمه، ما خلاش الشتم والسب ما خلاش اللي ما قالش. خرجوا ديروا بحثوا طنطوا لهذا الشيء. واولا سيدي مشات سير يوم جاي يوم ناض خويا، وقع المشكل يعني مع مريض وداك الشيء، ما كاينش شي واحد يعني بعقله غادي يهرب من المحكمه، ما غيهربش هذا مسطي، كون عنده العقل ما غاديش يهرب من المحكمه، ما غيهربش من الوزين. واصلا هذاك السيد ولحمو طاب 10 سنين، لحمو راه طاب سيدي. اولو دازت ومشات سير ما مستاش من الحبس، ما تلاش مستحملو هو اصلا. علاش هادشي؟ هذا هو الضغط، ماشي حنا نديو على داك السيد حيت يعني هرب صافي تنعدوه راه مجرم راه شفار. لا هذاك لا، ماشي مجرم ما شفار ما قتير. خويا خرجوا وسولوا عليه كان ملي خارج كيفاش المعامله ديالو، ما تيريحش مع بلادهم، تيريح بوحدو، وهذاك راه تعدى عليه. واليوم سيدي سيري يوم ملي هرب ليهم، سيري يوم وجا يوم ناضوا سيدي، كانوا خاطفينو هاد الناس، الله اعلم منين هما خاطفينو، داروا فيهم سيدي شرع يديهم، يعني كانوا غيقتلوه. الوقت اللي حصروا عليه جرميه حصلوا هذاك السيد افتقى الوعد ديالو، بقاو تيضربوا فيه كبوا عليه الماء باش يعني ثاني فايق ليهم، بقاو تيصابوا الجندارم متلبسين بهذا السيد اقليم برشيد. هذا هو رئيس مدبر، هذا هما تيخافوا منه كل شيء، تيخيط ويدير اللي بغى، تيخيط ويدير اللي بغى. علاش تيضرب من جهه هذيك المراه؟ حيت عدوا معاه معرفه، ولكن حنا حيت ما تيعرفنا حتى واحد، حنا تنعرفوا القانون وتنعرفوا المسطره. ملي شدوا هذا السيد ملبس متلبسين به جندارم وحالته حاله وعامر دم وفرشخ والضربه في الراس، وتيعفطوا عليه ست الناس ولا سبعه الناس، هذوك الناس خاصهم يتهزوا. ملي تنعرفوا الحق، عاش الملك، عاش الملك، وسعاده الملك، وسعاده جلاله الملك. وطل وشوف شنو تيديروا في العباد ديالك، والشعب ديالك راه تيتكرفس وما بقى لا حق، وبقى غير الباطل جلالة الملك. شوف هاد الناس شنو تيديروا، هاد الناس سيدي فرشخوه وقتلوه، ست الناس محامين عليه وهزوه في الطنوبيل وجابوه، وجابوه وطمسوا القاضية وهزوا الآخر من وحدين لوحدين. أنا خويا عرفته حقا، كتابت عليه وقتلوا هذاك الشيء، ولكن تا هو دابا راه مقتول، تا هو راه نحسبوه دابا راه مقتول سيدي هذا السيد هذا. أنا تنطالب الناس ديال المحكمة ديال السناف الله يعمرها دار، استقبلونا دوك الناس، نمشيو عندهم واستقبلونا، ولكن هذوك الناس ما عليهم والو. تنطالبوا سيدي، تنطالبوا من الناس داخل في هذه المشاكل، حيت إلا ولا واحد يقتل وينوض الآخرين يقتلوا راه غادا تولي الفوضى في البلاد. يعني هذاك إلا قتل عنده عذر وعنده مريض وعنده مشاكل، وكاين المخزن وكاين العداله اللي غادا تقول فيه كلمتها، ماشي هما اللي يقولوا كلمتهم في هذا السيد خويا، يقتلوه ويديروا ليه اللي بغاو. اذا حتى حنا نمشيو نقتلو، حتى حنا نمشيو نقتلو دابا، الا بقينا بحكوا راه غتولي الفوضى في البلاد. هاد الناس اسيدي انا تنطالب بالمسؤولين ويداخلوا ويهضروا مع الجندارم، هادو يهضروا سيدي مع الجندارم، هادو اللي تيفصلوا يخيطوا الروسهم يديروا اللي بغاو. هاد الناس باش يهزوا هذاك السيد يهزوه في الطنوبيل ويديوه يديروا يديوه في الفاصمه، تابعينو تماك باغيين يقتلوه، هما اصلا كانوا باغيين يقتلوه. عير قال هما الجندارم تيقول لك حنا كون ما حضرناش كانوا، هما واخا قال كون ما حضرناش كانوا غيقتلوه. اه كانوا غيقتلوه هما ويخشيو في البير، ولكن حضروا ليهم الجندارم، ولكن الجندارم ما داروش خدمتهم، الجندارم خاصهم يعتقلوهم كاملين. انا ما تنسمحش في هذا القانون، هذا ماشي قانون، انا ما تنسمحش فيه. انا تنطالب من جلالة الملك هو يدير القانون. هاد الناس راه ما بقاوش باغيين يطبقوا القانون، هاد الجندارم ما بقاوش باغيين يطبقوا القانون، راه عيب، راه حشومه، راه عار. باش هادو يبقاو مسيبين ليا وانا خويا مليوح تماك في السبيطار ديال المسطين، ضربوه الراس، بقى
بقاو يشطفوا لي على راسه، كاع فلغوا لي راسه، وينوض تمشي امي باش باغا تشوفه، مالين عليا الزياره، تمشي انا مالين عليا الزياره، هذاك راه خويا، هذاك راه مواطن، هذاك راه من حقي نشوفه، راه عيب، راه ظلم هاد الشيء، راه ظلم هاد الشيء، فكوا هاد الحسوه، فكوها، الله يرحم ليكم الوالدين، تنطالب بكم فكوا هاد المشاكل، الله يرحم ليكم الوالدين، الله يرحم ليكم الوالدين، فكوا هاد المشاكل، هادي راه مشاكل، هادوك الناس راه ولاو يجيو يهدونا، راه ولاو تيجيو لينا حتى للدار تيهدونا، قال لك حنا عندنا الفلوس، حنا غنقتلوا اسيدي، ولا ولا بحكوا راه ولات الفوضى في البلاد، وسيدنا وسيدنا الداخل، وسيدنا والداخل وحل هاد المشكل، وراه عيب، وراه الشعب ديالك تيدمر، وهذا راه شحال من مره باغي يقتل امو ويقتل باه وديروا بحث، وهاد الناس ما دايرين لا بحث لا والو، هاد الشيء راه عيب وظلم. انا راه ما نسكتش على هاد الشيء باش يقتلوا خويا ويديوه للسبيطار ويمنعونا احنا من الزياره، هاد الشيء راه ما نسكتش عليه. انا منطالب من المسؤولين اللي داخلوا ويفكوا هاد المشكل، هذا راه مشكل كبير، الله يرحم ليكم الوالدين. وانا تنشكر، انا تنشكر المحكمه ديال استئناف، الناس ديال المحكمه ديال استئناف، تنشكرهم، يعني مشينا عندهم واستقبلونا دوك الناس، ولكن هاد الناس هادو تيديروا اللي بغاو هما، هاد الناس ما تيطبقوش قانون، هاد الناس خدامين بلا قانون، الفلوس عندهم هي القانون.